إن اللغات العربية ليست بحاجة إلى من يساندها، نحن بحاجة إلى لغة تقبلنا وتشرفنا بذاتها. بهذه الكلمات اختار متنبي موريتانيا أن يختتم مداخلته في احتفالية أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في العاصمة نواكشوط، منبها إلى فرص متاحة للمسؤولين للرفع من شأنها رحل آخرون من قبلهم دون اغتنامها. ضعوا اسم موريتانيا في جدول الدول الناطقة باللغة العربية حتى يستفيد الاقتصادي والمهندس والمعلم من ما تدفعه المنظمة المتحدة للخبراء في هذا البلد. الحكومة من جهتها أكدت أنها حريصة على دعم مبادرات الرقي بالضاد، دعم يقتصر فيما يبدو على المجال الثقافي رغم أن الضاد لغة ووطن في آن واحد. إن بلادنا بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ القزواني ظلت دوما حريصة على دعم كل المبادرات والآيات التي تخدم اللغة العربية، والعربية بالنسبة لنا هي هوية وطن وأمة. وقد جسد قطاعنا هذه الرؤية في برنامج عمل يعزز حضور اللغة القرآن في المشهد الثقافي الوطني كلغة جامعة لكل الموريتانيين حاضنة لإبداعاتهم وثقافتهم وفنونهم. لم تكن اللغة العربية مقتصرة على الفضاء الإفريقي العربي، بل كانت ديوانا لكل الثقافة الإفريقية، تقول رابطة العالم الإسلامي المنظمة. كما لا يخفى عليكم فإن للغة العربية حضورا مكينا وقديما في إفريقيا، يتجاوز إفريقيا العربية والبلدان المسلمة في إفريقيا إلى حد أن الحرف العربي كان هو المستخدم في حفظ التراث الإفريقي وكتابة اللغات الإفريقية في جنوب القارة وشرقها. تشهد موريتانيا صراعا لغويا بين العربية والفرنسية على التعليم والإدارة، مع انحسار تدريجي للأخيرة بدأ باعتماد العربية لغة لمراسلات الجيش منذ سنوات، ومحاولات متكررة لاعتمادها لغة للبرلمان، محاولات من بين الموريتانيين من لا يراها واقعية، فيما يستند المدافعون عنها إلى الدستور الذي ينص عليها لغة رسمية للبلاد ويعترف بثلاث لغات وطنية أخرى ليست من بينها الفرنسية.